تونس مرة أخرى، البلد الذي انطلقت منه شرارة الربيع العربي، تشهد تظاهرات واحتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، دفعت الحكومة إلى محاولة إجراء تعديلات وزارية، فبدأ صراع حكومي على المناصب السياسية. وين صورة الثورة الباهية؟ ثورة كانت نهار عرس. رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي توجه إلى البرلمان لنيل الثقة لوزرائه الجدد الذين ينوي ضمهم إلى حكومته لتعديل تشكيلتها، غير أنه سيواجه معارضة داخل البرلمان من أعضائه وخارجه من المحتجين. لكن جلسة التعديل الوزاري أججت الخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والبرلمان بعد فترة من الهدوء الحذر، لتتصاعد وتيرة الانتقادات بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة ورئيس مجلس الشعب من جهة أخرى. الرئيس التونسي قيس سعيد اعتبر أن التعديل الوزاري الجديد لم يحترم الخطوات الدستورية الضرورية، مهددا بعدم دعوة الوزراء المذكورين لأداء اليمين الدستورية حتى في حالة نيلهم الثقة. رئيس الحكومة هشام المشيشي رد على الانتقادات التي وجهها له رئيس الجمهورية قائلا إنه عاد إلى البرلمان لنيل الثقة لفريقه الوزاري المقترح، بعيدا عن النقاشات التي وصفها بالعقيمة حول إجبارية عرض التعديل الوزاري على رئيس الجمهورية. سيظل الشعار سوغل حرية. تعديلات المشيشي الوزارية أثارت حفيظة منظمات المجتمع المدني التي اعتبرت أن حالة الانفجار الاجتماعي الذي تعيشه البلاد منذ أيام تعبر عن رفض عارم لمسار الالتفاف على الثورة التونسية ومكاسبها ولطريقة التعامل الأمني مع الشباب المحتجين حسب تعبيرها. المراقبون تساءلوا عن سبب إصرار المشيشي على إبقائه وزراءه الأربعة الذين تشكك بهم العديد من الجهات التونسية، وعن سر إصراره على ما وصفوها بالمغامرة السياسية التي تمنح معارضيه إمكانية ضربه وضرب الائتلاف الداعم له، فيما ينتظر التونسيون ما ستؤول إليه الأوضاع الحكومية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في البلاد.